السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس كاع؟ لاباس عليكم هانين، كلشي بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ولقاكم هذا الفيديو القصير في احسن الاحوال وبصحة جيدة. مشيت قديت للشارفة وقلت غادي ندير لخواتاتي واحد الفيديو، هاهي التقادية حدايا. مشيت شريت داكشي اللي خاص، شريت لي الخبز و فروتا هذاك الشيء اللي تتحتاج، وديتها تقطع شعرها. ايوا مره رجعت فوق واحد البانكينه تنتسنى تتكمل، وقلت غادي نصيفط واحد ندير واحد الفيديو قصير ونبارك لكم جمعه مباركه للجميع، وكل واحد باش تيتمنى. قولوا الجواج دايرين شي كسكسو كسكسي اليوم ولا لا؟ ورجعت فواحد البلايصه هيا غنضوك قدامي اختي على الكيزه، راه فينا هي الكيزه ديالهم. وكاينه شي شميشه اليوم، ما نقولش لكم شو على شميشه، على جوج كي داير سبحان الله. جوج شغنقول هاد الشهر، هاد الشهر خاصو يكون باقي البرد، واليوم كاينه الشميشه والصهد. وقلت غادي نرجح فوق البانكينه ونتعود معاكم شويه، وجمعه مباركه للجميع، كل واحد باش تيتمنى الله يحقق لي داكشي اللي تيتمنى. وهادشي اللي كاين اخوتي خواتاتي، بلا ما نبقى نبلبل عليكم بزاف، قرضوا في الشميشه نسخنوا نمشيو نجيبوا الشوير باش تقاد شعرها. ايوا ديال الدار اختي، ومشيت انا في حالي نوجد غدايا تنكمل من جهه ونمشي نبدا في الجهه. والله يصوب الجميع، والله يعطينا الصحه والسلامه، وهادشي اللي كاين، ونكونوا عاب صحتنا. ونقول لكم جمعة مباركة مرة أخرى، وإلى اللقاء، نتلاقاو فيديو أخر، وشكراً.